السلام عليكم، حياكم الله، معكم كوشياكو. هذه حلقة جديدة من ميديفل داينستي. اليوم إن شاء الله بإذن الله رح نسوي أشياء كثيرة جدا، إن شاء الله يا رب نقدر نلحقها نخليها في 30 دقيقة. يلا خلينا نبدأ. طبعا أول شيء رح نتحرك ونسوي اللي هندور لنا الزوجة. اليوم إن شاء الله بإذن الله خلاص تقريبا لازم يكون عندنا زوجة. خلينا نشوف هذه إيش حكايتها، خلينا نشوف إيش تقول. بسم الله. هاي بيوتيفول ليدي، اوكي حلو، تبي تقبل مننا نتكلم معاها، حلو جدا. اوكي هنا يقول لنا ايش اسمه، قتل دب، يعني يبين انه قوي مره. وهنا يقول ايش رايك نروح عند نتعشى نتغدى جنب النهر. اوكي بشكل لو قتلت الدب يمكن احسن. بيوتيفول ليدي، طيب معجب صدقها، تمام. حاول اوصل ل 70. بيوتيفول ليده، طيب. هنا يقول ان عيونك حلوه، وهنا يقول بيروح لجنب النهر. خلينا نشوف جنب النهر هذه. اه للساعه. بيوتيفول ليده، يلا. يقول ان الفلوس تساعد في الحياه. يو لوك بيوتيفول توداي، يعني شكلك جميل اليوم، ولا ان الفلوس تساعد. يلا. او شيت ما يهمه الفلوس. بيوتيفول ليده، اوكي. شيل يو ماش، يلا بجنب النهر، ولا دو يو مايند ايفر. احد قالك ان عيونك حلوه؟ ما يهمها عيونها. بيوتيفول ليده، يس للساعه. ليش كذا انه قليل مره، بطيء ما يطلع مهم. سوري نيد سمثينج تو ثينك اباوت وات يو سيد بريفيسلي، يعني تقول ابشاور نفسي وشوف ايش قلت لي. يعني راح ياخذ وقت طويل جدا عشان الافكشن زي ما انتم شايفين مستواه مره واطي. اوكي تيك يو تايم. دبلوماسي، الدبلوماسي هذه ايش حكايتها؟ الدبلوماسي هذه اذا قد لازم توقفون بالوقت المناسب، ما تجبرون الشخصيات انهم يتكلمون معكم اكثر من اللازم. اوكي المزارع ترى تغيرت الحين، كان في باق وانه ما يشتغل مزارع الا لازم يكون اللاعب موجود عنده عشان يشتغل. فانتم زي ما انتم شايفين بدوا يشتغلون الحين وانا ماني موجوده، يعني مره طيب جدا جدا الحمد لله. يعني حنحلت مشكله المزارع لانه كانت مشكله، كان في باق فعلا موجود في اللعبه. فخلينا نشوف هنا زي ما انتم شايفين معاي المزارع، شايفين بدوا يشتغلون يسمدون الارضيات وكل شيء. يلا الحين راح اروح للمنجم لان في مشكله حاصله، ان شاء الله وصلنا هناك اكلمكم فيها. اوكي وصلت. زي ما انتم شايفين المنجم الحين، العامله اللي تشتغل هنا الموظفه تروح للقريه هناك وترجع كل يوم، تروح وترجع. راح احط لها هذا مره يعني ياخذ وقت، فراح احط لها بيت هنا عشان تطلع منه وتدخل المنجم اسرع. فهذا اللي راح اسويه، راح اسوي لها بيت مستوى ثاني. يلا خلينا نبدا. طيب هذا هو، يلا بيلد مستوى هذا، حط لها بيت هنا، ممتاز جدا. اوكي الحين راح اطوره باسرع. طيب راح اطور البيت هذا، ما راح اخليه مستوى العادي زي ما انتم شايفين. يجي هنا نضغط على الاي وراح اغيره، راح اخليه كله هنا. تقدرون تحطونه عادي زي ما هو قش، هنا تقدرون تحولونه الى خشب، وهنا تقدرون تحطونه الى حجر. تقريبا كل جدار راح يصير 8 حجر، فراح احوله كله الى حجر زي ما انتم شايفين. اوكي طبعا حجري، شكلي راح احط الشبابيك من هنا واسكر الشبابيك اللي على الجبل، ما حد يشوف الجبل. ما ادري ايش رايكم، ده شكله مو حلو. شكلي راح اخلي الشبابيك كلها من الجهه هذه، تمام. قلت كله الى حجر، ممتاز جدا. وبعد من فوق راح اغيره، ما راح اخلي قش، راح نخليه هذا اللي هو هنا مكتوب ودن روف، شكله بس ودن روف 7 حجر خشب وهنا 7، فنو بروبلم. راح اخلي كله المستوى الاخر واحد. طبعا راح اغير حتى في القريه حقتنا، راح نبدا نشتغل على كذا، ما راح اخلي كل بيوتنا، لازم نتطور. احنا قريتنا راح تكون افضل واحسن كل ما زينا لهم، وكل ما اشتغلنا للمواطنين كل ما صاروا افضل، يعني سعيدين للشيء اللي احنا سويناه لهم. اوكي ممتاز، يلا راح ابني هذا وارجع لكم.
طيب خلينا نشوف شو اسمه هذه البنيان يحتاج للوك، يحتاج خشب، يعني كل دار له يحتاج لخشب يحتاج لحجر، راح اجيبهم كله. ممتاز، شوف شكله مرة حلو. اوكي راح اخلصه كله وارجع لكم لما اخلص. طيب الحين زي ما انتم شايفين دخلنا موسم الخريف، وان مشكلة الخشب افتكينا من مشكلة المزارع، طلعت لنا مشكلة الخشب. الحين حاطت لي انا تقريبا 4 موظفين يشتغلون في اللامبر جاك. ما شاء الله شوف ايش تسوي. وات صراحة اللعبة خطيرة جدا، ما زلت مصرة انها لعبة اسطورية بصراحة. ترى هذا الشيء يعني متعوب عليه ان شو اسمه الكمبيوتر يسوي كذا، مرة حلو بصراحة. في العاب كثيرة حاولت توصل هالمستوى ولا قدرت. طيب بدا الصيف وراح احاول مرة ثانية اكلمها ان شاء الله باذن الله هالمرة. تعالي خلينا نتكلم. يلا يا حلوة. اوكي طيب هنا يقول اني كشفت مجموعة ورد وتذكرتك. يلا ناخذ هذه. تمام اوكي بيوتيفول ليدي، حلو. هنا يقول بعد انه عينه حلوة، حلو. يلا بيوتيفول ليدي تبغى تفكر، يلا فكري. ان شاء الله اليوم، ان شاء الله باذن الله اليوم راح نحاول اننا خلاص لازم يصير عندنا زوجة باذن الله. طيب الحين زي ما انتم شايفين اشتغلت على جماعة الخشب، كان في مشكلة عندي في الخشب، جمعت شوي خشب، راح انطلق للمنجم نكمل شغل هناك. الان زي ما انتم شايفين جنب جنب المنجم خلاص تقريبا جات قتروت صارت في البيت هذا. زي ما انتم شايفين هنا حطيت مخزن مستوى 2 وجمعت موارد. طبعا زي ما انتم شايفين اخذ وقت طويل جدا مني لين اخلصه، والحين ان شاء الله راح نخلصه. تمام خلصنا، ممتاز جدا. خلينا نشوف المخزن من هنا في موارد. يب المخزن تقريبا كل المخازن اللي في اللعبة كلها متقسمون نفس المخزون. طبعا زي ما انتم شايفين زاد 900 كيلوغرام قدر احط فيه يزيد. ثاني شيء كانت عندي مشكلة زي ما انتم شايفين هنا مع الخشب، ليش؟ عشان ما في مخزن، المخزن كان مستوى 1 ما كان يتحمل 300، ما كان يتحمل نزيد فيه شيء يعني، عشان كذا فتحت حطيت مخزن جديد مستوى 2. ان شاء الله كل المباني من يوم طالع راح تكون مستوى 2، ما راح ابني اي مبنى مستوى 1، مع انه راح تاخذ مجهود طويل مني، بس زي ما انتم شايفين المجهود ثمارة تستاهل بصراحة، لان المخزن زي ما قلنا كان مستوى 900 احسن من 300 بكثير. فالحين راح نروح للقرية، لازم افتح بعد، لازم احط مخزن هنا، لازم احط مخزن المستوى الثاني، فما في مكان يعني بصراحة، لازم نحط مخزن. الوضع مرة مزري، ما نقدر الخشب ما يجمعونه. تتذكرون الحلقات اللي فاتت قالوا لي ما في مكان للخشب، ما في مكان، ما في، مع اني حاطة ثلاث شو اسمه حطابين عشان هذه المشكلة، عشان ما في مكان. فراح حطيت هذا المستوى الثاني ان شاء الله، راح نلفله باسرع وقت ممكن. الحين ان شاء الله خلصنا المخزن، هنشوف الوزن. تمام صار عندي 1500. الحين صار عندي مخزنين كبار ومخزن صغير، مخزنين وسط ومخزن صغير. الحين زي ما انتم شايفين شو اسمه الخشب راح يبدا ينزل. تقريبا استخدمت اكثر الخشب انا، ياب استخدمت اكثر الخشب، وان شاء الله راح نراقبه نشوف الثلاثه هذا الحطابين هل يزيدون الخشب ولا لا. ثاني شيء راح ان شاء الله نغير مكان هذا، نحط نخليه مستقيم ان شاء الله، راح احط 2 جنب بعض عشان يزيد الوزن. زي ما قلنا راح تشوف هنا شايفين الوزن 50 بس، شكلي لازم نحط مخزن، نزيد مخزن الاكل، عشان بصراحه زي ما انتم شايفين ما هم قادرين يشتغلون. هناك في مخزن راح نشتغل عليه بعد. تمام الحين زي ما انتم شايفين معاي حطيت مخزن ثاني، وصار زي الوزن 100 تقريبا. كل ما احتجت مساحة اكثر، كل ما تحطوا نفس المبنى راح يزيد الحجم. هنا كان اول 50 الحين صار 100. الحين ان شاء الله باذن الله المزرعة راح تبدا تحطون المحاصيل في المخزن. ان شاء الله المخزن هذا احاول اني اعدل عليه اغير مكانه، بس نصبر شوي لانه بصراحة مكفي. ان شاء الله راح نغير مكانه اللي بدينا نشتغل على منظر القرية. الحمد لله يعني الحين الوزن تمام، المخزن هذا ما انتهى لسه.
يب 150 1500 باقي. ممتاز جدا. الحين راح اروح القرية وعاد نبدأ نشتغل على المهمات والاشياء هذه. ما شاء الله زي ما انتم شايفين هنا، خلينا نشوف المحصول. المزرعة بدأ يجي المحصول، خلينا نشوف. لان المخزن زاد، لان المخزن زاد الوزن، زاد الوزن فيه زي ما انتم شايفين، فبدأوا يحطون لي الخضر بدأت تجي. لكن المشكلة زي ما انتم شايفين الوزن زايد، لازم يا اما ان نبني لنا مخزن جديد او اننا نشيل هذه. فبما اني انا ما ازرع راح اشيل كل البذور وبيعها كلها، يعني ما راح ازرع ولا اي شيء، كلها راح ابيعها. خلينا نشوف الوضع المقرية بعد. زي ما انتم شايفين 1900، والخشب بدا يشتغلون عليه. بس زي ما انتم شايفين التاكسس كل ما لا تزيد. فان شاء الله باذن الله بعد، حتى انتبهوا معاي هنا شايفين البيوت، تقريبا باقي الا بيت واحد، لكن عندي مهمه لازم اسويها، وان شاء الله راح يفتحوا لي 5 بيوت اضافيه هنا. لازم اشغل لي 2 ناس، باقي 2 لازم اشغلهم. تمام، الحين راح نبيع كل الاشياء اللي جمعناها ونشوف ايش يطلع لنا، كم يطلع لنا فلوس. اوه ما في فلوس. خلصت فلوسها. يلا خلينا نشوف لنا احد ثاني نبيع عليه. زوجتنا نكلمها. اوكي لقيتها، هذه هي. يلا بيوتيفل ليدي، هنكلمها ان شاء الله هالمره انها تصير لنا. هنجرب هذه، يقول قتلت اتاك بير، شوف ايش تقول. اوكي 2+ بيوتيفل ليدي. اوكي كيف وش اخبارك مؤخرا؟ تاز بيوتيفل ليدي، You look beautiful today. Taz. Beautiful lady. Hello. I've been out of money. لا هذي. You look beautiful today. مرة ثانية. Taz. Beautiful lady. وصلت 70. Sorry. Need something else. اوكي خلاص خذي راحتك. ان شاء الله بكرة بإذن الله راح تصير زوجتنا بإذن الله. اليوم خلاص تعبت. يلا. ممتاز حلو. الحين زي ما انتم شايفين اعطانا هذا، اعطانا الاكسبيرينس، ما شاء الله تمام حلو جدا. احد جديد؟ لا ما في احد جديد. الحين يلا نرجع للبيس نبدا نشتغل على البيس. طيب الحين هذا الشخص الاخير العاشر هذا ان شاء الله راح نحطه بالصيد زي ما انتم شايفين في الهانتر لوج. هانتر لوج كم نقدر نضيف؟ يب نضيف 2. حلو يلا خلينا نضيف لنا 1. اوكي هانتر، هذا هو هانتر. تمام حلو جدا. الحين عندنا 2 هانتر. اللحم راح يتوفر بسرعة زي ما انتم شايفين، حتى المزرعة ما شاء الله صار يعني مرة مرة انتاج مرة حلو. الاكل زي ما انتم شايفين هنا مرة ممتاز. وصلت لا حتى الخشب وصل 1000 لا 100، شلت الصفر هذه 123 ممتاز. بس الديماند اكثر من الطلب الله يعين. لكن جيفول شوف الاكل وين وصل، 3000 3400. اليوم بعد راح نغير الورك شوب هذا، نوصله زي ما انتم شايفين هنا عندي الحين الليفل الثاني، راح اهد هذا واحطه، احط الليفل الثاني على طول مكانه. نشيل هذا كله ونرميه في المخزن. اوكي وراح نفرغه ونرجع لكم. اوكي يلا بسم الله نضغط على هذا. داملش اوه شيت، اقدر كسره. اوكي خلينا نكسر هذا اول شيء. تمام اوكي هنا هذا هو كسرة. ممتاز يلا بسم الله. حلو حلو جدا. يلا خلنا نبني لنا 1 ثاني مكانه، المستوى 2. اوكي يلا بسم الله نبني هذا بعدين هذا. وركشوب ليفل 2 نحتاج 8 لوكس، عندي اللوكس هنا. اوكي يلا بسم الله الحين نحاول نبني بسرعة. ليفل 2 حطه هنا. شيت ليش ما ينبني؟ اوه في هنا شايفين قاعدة في هنا احتكاك بين هذا وهذا. شيت يلا خلينا نحطه من الجهة الثانية ان شاء الله يكون مناسب هنا. اوكي ممتاز. جاب هذه 6. اوكي يلا خلينا نبني هذا وارجع لكم. تمام خلصنا، الحين نحط لنا 2 هنا. وراح اهد 1 من المباني اللي بنيناهم. مانجمنت هذا راح يكون هنا.
ليفل 2 لامبر جاك، ممتاز حلو. يلا الحين راح ابي اهد بعد المبنى اللي هناك، واهد المبنى هنا، يصير بدل ما يصير في ثلاث مباني يصير مبنيين، نوفر على نفسنا الطاقة الاستهلاكية حقت المباني. يلا راح ارتب موضعي وارجع لك. طيب الحين راح احاول مرة ثانية، ان شاء الله هالمرة تخلينا تقول طيب. ان شاء الله يا رب. تعالي. هاي بيوتيفل ليدي. اخيرا. يس يو لوك بيوتيفل توداي. يو نو اي وانت. لا يو لوك بيوتيفل توداي. تاز لازم اوصل 70. بيوتيفل ليدي. يس حلو. يلا باي ريفر، يعني نروح نسوي نقعد لنا شوي. ممتاز. يلا ممتاز، قاعد بالحديقة، نقعد جنب النهر، عجبها. المفروض ان نقعد جنب النهر ونقعد يعني نوسع صدورنا شوي. بيوتيفل ليدي، ممتاز. بيوتيفل از ذا بلو سكاي، انت جميلة كالسماء الزرقاء. ممتاز. بيوتيفل ليدي. اوكي خلاص باقي شيء تقريبا، وصلت شوي، توصل 90 توافق علينا ان شاء الله. طيب شايفين زي ما انتم شايفين عندنا مهمة، يقول لنا هذا داينستي كونتنست. شوفوا هنا، اشوف الجيرني هذا هو، يقول لازم اصير عندي زوجة واحدة. يعني في مجال ان تكون عندي اكثر من زوجة، ولازم يكون عندي اير وولي عهد وجين دين، يعني لازم نوصل تقريبا 5000، وانا قريبة باقي 500، يعني وصل 5000 بالش اسمه بالريبيتيشن ان شاء الله. نحاول اذا وصلت هذول راح يعطوني 5000 اضافية، يعني يصير عندي 10000. اوكي راح نشوف، احاول فيها مرة ثانية بس مو الحين. الحين بما اننا خلاص ان شاء الله قربنا ونجيب الزوجة، لازم نعدل على البيس حقنا هذا. فزي ما انتم شايفين لازم عند الهامر، ناخذ الهامر، لازم راح احاول اني اعدل عليه واحطه حجري بدل ما هو قش، لان ابغى زي ما انتم شايفين هنا، شايفين جيرترود هذه جيرترود موصلة 59 الرضا، يعني المود حقه 59، لان بيتها حجر. ان شاء الله احنا راح نحاول نخليه حجر ونعدل عليه عشان زوجتنا بعد يصير عندها المود حلو. وبعدين راح نبدا نشتغل على البيوت اللي هناك كلها تقريبا، الليفل نزيدها بس ان شاء الله في الحلقات الجايه. بس حاليا قبل ما تيجي زوجتنا على قولتهم، فراح نحاول ان نطور شو اسمه، نطور البيس البيت حقنا الى ان شاء الله يجي الليفل 3. احنا الحين في الليفل 2، باقي ليفل 1 عشان نوصل اعلى مستوى في المباني. يلا بسم الله، خلينا نحط هذا على 6 زي ما انتم شايفين. الحين نسوي له ابجريد. تمام. ما ابغى ابجريد كذا، راح اشيله احط حجر كلش. تمام لحظه. اوكي كلير. تمام الحين راح نبني. اوكي بيلد، نحط له اي، نحط شباك ولا جدار، خلينا نحط شباك من الحجر زي كذا. وأخيراً وأخيراً أخيراً وافقت علينا. زي ما انتم شايفين مكتوب الوريث أو الأير. يقول إن الأير أو الوريث يساهم ويساعد في استمرارية سلالتك أو عائلتك. لكن قبل ما تحصل الأير لازم توفر تلقى لك زوجة توافق عليك وتكلمها إلى أن توافق. إذا وافقت تقدرون تحصلون على طفل مع بعض، لكن مع الوقت راح
تحمل فيه تشيله معاها، يقعد الطفل مع أمه بعد ولادته سنتين اللي يخليها ما تشتغل هالوقت، يعني تقعد بدون شغل طول الوقت هذا. ثاني شيء الطفل خلال بعد سنتين تقدر تتحكم فيه بزر الفي على الكيبورد، لكن التحكمات راح وطريقة التحكم فيه راح تكون محدودة والتحكمات فيه بسيطة جدا. الحمد لله أخيرا 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 قدرنا نجيب الوريث. يلا تقريبا هذه نهاية حلقتنا اليوم. لا تنسوا تحطوا اللايك، إذا عندكم أي أسئلة أو نصايح عندكم الكومنت تحت أو على حساباتي تحت في الديسكريبشن. لا تنسوا تحطوا اللايك، وشوفكم حلقات الجاية. معكم كوش ياكو، فمان الله.